ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية. كاميرا من مصر قام بأخذ آراء شريحة من المواطنين حول مفهوم المودة. المودة الحب والتفاهم بين أفراد الأسرة في البيت، هتقدر تدي حاجة للمجتمع اللي احنا موجودين فيه طالما في مودة بين أفراد الأسرة. ما فيش الكلام ده هيأثر على الفرد، هيأثر على المجتمع. المودة في البيت الصدق في كل حاجة، الصدق في الحنية، الصدق في السؤال. لازم يبقى الاحترام موجود ومتبادل، لازم يبقى في عدل من الراجل للست، من الست للراجل. الزوجة تبقى ودودة مع جوزها ورحيمة معاه ومتفاهمة، وهي زي ما بيقولوا وجعلنا بينكم مودة ورحمة، والرحمة مع أولادها. لو ودوا بعض وحبوا بعض وطبطبوا على بعض الدنيا مشيت وبقت حلوة جدا. إن احنا بنحترم بعض، نبقى رحيمين ببعض، نحافظ على بعض. الحب مودة هي أكتر حاجة، إن احنا بنحب بعض، ده أبسط معانيها. كل ما يبقى فيه احترام وفيه حب ما بين أفراد الأسرة ده مودة. ما حاجة في البيت المودة، عملت عيالك بحب ومودة تلاقي منهم حنية، عملت جوزك مودة حلوة تلاقي منه معاملة كويسة. زوج والزوجة تبقى نفس المواضيع اللي هما الاتنين بيفكروا فيها، تبقى مواضيع واحدة، ما يكونش واحد كل واحد بيفكر في اتجاه. العلاقة كلها مبنية بين الزوج والزوجة والأولاد، المودة كلها لازم تبقى قايمة على الأسرة كلها. المودة قدمت على الرحمة لبناء الأسرة والحفاظ عليها. الزوجة سكن لزوجها، والزوج سكن لزوجته.